تولي المسؤولية في النادي الأهلي اعتمد على طريقة 4-2-3-1 على ما أعتقد. رؤيتك في توظيف اللعيبة إزاي، وهل استقبلت اللعيبة النواحي الفنية أو طرق اللعب اللي أنت قمت بيها استقبلوها بسهولة، ولا كان في صعوبة في التحفيز وصعوبة في الوقفة وصعوبة في الحاجات اللي احنا بنقابلها كمدربين، عملية الكفرينج، عملية توسيع الملعب، عملية الانتشار، يعني برضو ديت عملت التوليفة السريعة دي إزاي؟ أعتقد الأداء اللي أظهره اللاعبين أوضح جدا إن هم اللي فهموا استوعبوا طريقة لعبي. هو طبعا أنا ما بحبش أتكلم عن طريقة لعب بعينها، أنا بتكلم كل واحد في دوره إزاي في الملعب بيأدي دوره، وإزاي كل واحد إزاي يلعب هجومي ودفاعي في نفس الوقت، ازاي يكون ليه دور هجومي ودفاعي، بمعنى المهاجم بيدافع في وقت الدفاع والمدافع يهاجم وقت ما يكون فيه هجوم. عايزين يعني برضو ناخد من الجزئيه الفنيه دي شويه. الطريقه كل مدرب وليه طريقه بيحبها، وكل مدرب بيشتغل على حسب الادوات اللي قدامه. احنا شفنا الاهلي في فترات اللي فاتت 4-2-3-1، ممكن نشوف بيلعب براسين حربة على سبيل المثال، ممكن نشوف ان الطريقة دي تتغير في الفترة اللي جاية، ولا مستر فايلر من المدربين اللي بتثبت طريقة وممكن يغير على حسب يعني حالة الفريق اللي قدامه او حالة الفريق نفسه اللي بيمرنني. ما عنديش طريقة لعب واضحة بلعب بيها، ما عنديش طريقة في دماغي بلعب بيها، الطريقة اللي بلعب بيها هي على حسب معطيات المباراة، وطبعا على حسب أداء اللاعبين بتوعي في المباراة والمتغيرات اللي بتحصل أثناء المباراة. ببص طبعا على حسب اللعيبة بتاعتي وأدائها في خلال المباراة، وبقول لهم بطلب منهم بيلعبوا ويلعبوا أدائهم الأمثل علشان يكسبوا الفرقة، فبالتالي ممكن أغير من طريقة اللعب خلال المباراة على حسب ظروف الماتش.